صراحة مفاجأة، ما عرفتش باش تبليت وكانت زوينة بزاف، و راكم شفتوني تأثرت وما عرفت ما نقول. كنتمنى يعني كل شيء يكمل بخير، وانتم ما شاء الله معروضين معنا في العرس، وكنتمنى لكاع الناس اللي كيحضروني واللي شافوا هذه المفاجأة هذه يكون هذا الشيء داز عليهم خفيف. وكنشكر كاع لي فان ديالي اللي ديما كيشجعوني وكيدعموني، وانا اكيد بان انا زعما متاكده بانهم يكونوا فرحانين ليا. لو 2 افريل ان شاء الله غيكون عباره عن خطوبه وفيها عقد قران عائليه، والعرس غادي يكون في الصيف جوست ابخير رمضان، وغادي نعرضوا فيه ان شاء الله على كاع احبابنا وصحابنا من الفنانين من الناس ديال الدومين وكلشي. نتوما اكيد معروضين.